الفقرة الأولى باش نبدأ بها اللي حتى كانت تكون الأخبار خايبة فإنه لازم تضحكنا. نمشي وتوا لفقرتنا الأولى، كثر الغش يضحك. به امرأة في 30 من العمر وهذه حاجة جديدة اتخطفت وتحجزت من زوز اشخاص، ولينا ياسر نسمعوا بالخطفين الحمد لله بالواتساب، بعثت الحاكم وجاء الحاكم وقبض على زوز اشخاص. حاجه غريبه وجديده جدا علينا. غريبه ياسر. اي غريبه ولا الطفله تتخطف هكاك في الشارع. ليش شيء يخوف بالحق في الشارع يعني بالحق واحد يمشي في الشارع على ساقيه يخاف توا ويولي يعني. بالحق. بالحق. وغوزمون عندها لو ريفليكس. على يدي. بالحق معناتها. ليه يمشي على ساقيه مثلا يعني بيتون. يولي خاف مثلا توا لو حتى يحلوا باب الكهرباء. انت صابر تنجم تمشي بيتون على ساقيك؟ مستدعى كريستيانو انت؟ مستدعى كريستيانو انت؟ هاي قالت العبد يمشي بيتون معناتها كي بنت حاجه انت سلت العبد الغلط وجاوب العبد الغلط. اه فوالا. هي ما تمشيش على ساقيها دزت روحها اللي مشوا على ساقيها. اي وانت سلتين على اساس انا عندي بوجاتي. لا ما عندكش بوجاتي. لا ما عنديش. اي اما لا معناتها الخطفين هذا شو يعني لك تخاف ولا اشاعات؟ انا ليه ما نحسش فما مصلحه باش يختفني ما في حد شيء ما فيكش مسوار ما حد شيء مش كان مسوار لا فيها غريزه لا فيها مسوار معناها ما نعجبوش اعضاء يا غالي ماما اعضاء اعضائي انا بيهزهم ان شاء الله يلقاهم يخدموا اللي عندي انا باش يهزهم ليه عجبتني الاعضاء يا غالي حولت هي تاجر بهم يقول لي بالعصابه السيد ليه تحسها تخزر لي علوش مراره وكبده وروحي اسمع لا والله يا اخي متفادليك فما حاجه نجم يكون سبب في روحك اسباب مثلا وزير الدفاع يهز تليفون لوزير الداخليه مع التحفظ يقول له رجع لي الرافل على خاطر الرافل يهم الميليتير الرافل كي تنحى وليت تشوف في برشا حاجات هكا صدقني انا بالحق تحكي بالحق نحكي وانا كان ما عندي ما نعمل فيها البلاد ومانيش مواطن صالح نمشي نعدي رافل ولازم يقوى العام الرافل شنو هو عام رافل كان احنا نعمله في عام رافل كشف عامي ميليتير فاهم بالحق شو لا تخدم لا تقدم لا تقرا ما تعمل في حد شيء ما تقول مماتك الخروع ياكل ويضيق على الجر فهمني اي بالحق انت ماشي هذا ما ترجعش وافقوا بشعر ولا بحاجه انت سفيان 50 الشوفال على 60 ما فيكش مطموع هو الشوفال جديدي يقول لي هذا الشوفال شنو الشوفال هذا 50 الشوفال دو 60 نعديه الجيش ما عديتش رجعوه بعد فوق 53 نعديه الجيش يزي يا سفيان متربي على قواعد صحيحه شنو الشوفال متربي على قواعد صحيحه متربي على الاحترام والقدر فهمتي ولا وما نهزش عيني في فهمتي ولا تعدي تو مش تعدي الجيش هكا تو مش تعدي الجيش نجمش لا ما نجمش انت من الصاله البيت الواحد تشد في الحيط اربع مرات في الكوجينه عادي عادي نرجعوا لحكايه الاختطاف تخيلوا يا ولادي تصير عمليه الاختطاف بلا تبعوا معانا كيفاش تنجم تصير عمليه الاختطاف خاطر حاجه راهي خطيره لازمنا نشوفوا كيفاش تصير باش نردوا بالنا اي نعم هذه هي عمليه الاختطاف خطفوني يوم حلوني نعم سكري جلغتك شايح اربطها نعم اربطها شكون اللي خطفناها اربطها باهي يعني يا هنا اللي خطفناها محليكم يا يزي محليكم يا خطافه محليك هذين من ورجلك هذيك هذيك اطلب محلى الشغل الو ماك رئيس العصابه جيب 100 مليون باش نرجعوا لك مرتك لا نحكي يا بدي اسكت سكت سس شبيه المنجي راجلي الخامج هذاك عنده 100 مليون يا ولدي مبلع في الرجل الكرومه عامين كاملين نسرقوا في الظوم الجيرين يورب تسخت باهي باهي يا زي قولي انت تحبها ولا يحبني يعطي حبة في قلبه إن شاء الله اخذيني الحم سيبني عظم اخذيني وردة وردة شو خدودي روز اخذيني طايمة انكا كليني ميك لراو كليني بخلى فيها حتى شيء راني كنت محليني راني كنت نرعش راني راو شعري كان هكا راو كان هكا وعيني وسكتي
وي يا مونجي شو اسمه راجل؟ مونجي مونجي وي يا مونجي انت تحبها ولا مرتك؟ يا ولدي ما حبنيش قلت لك يكرهني تكرهها او قال يكرهها هذا لا غالب يكرهني ايش اقول لك ايش اقول لك ام واخته من اللي خذاني يكرهوني اسيدي عم ناول مشينا هزني باش نصيفوا في كركوين من ثنيهم يغزلوا يغزلوا وزادوا هبلوا وقتاش وقت اللي شري لي مقله تيفال ها واخذ لي والله هبلوا يغزلوا يسكت يغزلوا تعرف حاجه اخرى وزاد خذ لي عبود قطانيه في الثنيه يسكت يا مش اسمه يا مونجي يا مونجي باهي باهي لحظه انت توا راك رهينة ما تتكلمش باهي شكل حاجة جديدة اللي جابها انا 20 سنة رهينة في تركينا يخليني في الدار ويمشي للخدمة ويروح ديريكت يتعدى للقهوة يشرب القهوة ويعمل له شيء يشرب الكارت وبعد روح نقعد واحد ساكتة في الدار ياخذ لا دخلت وخرج بعد يمشي اسكتي اسكتي يا مونجي انت وين انت وين انت ما تجيب شيء ما تجيب شيء انت وين تنجيك نوياها اسبق للمركز وتنعطوك مليون من جوبنا لحظة قلت حاجة أخرى لحظة انتم ساعة خاطفيني انتم ساعة خاطفيني ثلاثة سوايع وين كنتوا خارجين داخلين خارجين وانا وحدي قاعدة لهنا اسمعني انا لازم نسيق ونطيب وصغار وعندي الدنيا وكله صغار يا صغار ما هي صغار اولادي لؤي ومنتصر وسيف الهواء شكون سيف الهواء هذا؟ سيف الهواء اللي يمثل في مسلسل ذاك الحب للنخاع يا مونجي نتقابلوا في المركز قولوا نتقابلوا في المركز نتقابلوا في النخاع نتقابلوا في المركز زهرة بينا ترجعوني يا اخي قبل نحكي زهرة بينا ترجعوني ايش بها بس هذا بينا ترجعوني ما ترجع امان بس تعال اسمع ما ترجع امان ما ترجعوني